عندك عندك عندك. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من ضواحي مدينه العرائش، وبالضبط كنتوجهوا لدوار الغديره. دوار الغديره مع ياسين الان اللي تبارك الله عليه، اللي شنو نقول لك، الله يحجبه من العين، قدر انه يعدل واحد لاصال للشباب ديال المنطقه والشباب ديال الدوار، قدر انه يخرج الشباب ديال الدوار طبيعه الحال بالانحراف، وقدر انه يعدل ويقاد هذا لاصال هذا باش فين يتريدوا وفين يترينيو الشباب ديال المنطقه. اذا معنا ياسين. ياسين السلام عليكم. السلام عليكم. خلف شويه لعند هنا. انا عرفنا براسك. ياسين الرويضه. زيد اخي ياسين الرويضه. ياسين الرويضه، وشكرا على السوف تي في، جاج لعندي هنايا، ومرحبا على كل راس العين. خي ياسين، كيفاش جاتك الفكره ديال انك تعدل وتقاد هاد لاصال هذا؟ اللي تحياتي لك بطبيعه الحال، قدرتي انك تعدلو بابسط الاشياء، كنشوف غير بالسيما والحديد. وهاد الشيء هذا راه كيبقى هذاك الشيء كيبقى بروح رياضيه، هذاك الشيء كيبقى بروح رياضيه. و بلاتي اجي نحمل هنايا. تفضل اخي ياسين. هذاك الشيء كيبقى الروح الرياضيه، وكنقول لبنادم لا يدخل قرب هذه شويه. زيد اخي ياسين كمل. هذا الشيء هذا اللي كيبان ماشي يدخل هذا الميدان هذا. الحاجه الاولى هي الصلاه والوالدين والرياضه والخدمه ضروري. هذا الشيء هذا راه كياخذ شويه ديال الوقت، غير ماشي بتجي وتعدل هذا الشيء هذا، فهمتي؟ هذا الشيء هذا انايا جا نقول لك. كيف جاتك الفكره انك تعدل هذا الصاله هذه الرياضه؟ الفكرة هذه جاتني انا، جات نقول له مثال، ماشي جيت سبب ولا شي حاجه، جات ايام كورونا، انا ضربت 5 سنين في لاصال، ضربت ديك 5 سنين كنت عارف ما عدلش انا شي حاجه ديالي، ما عدلش حاجه ديالي، وحتى الولاد الدوار يتسافدوا، كاين اللي مسكين عنده ما عنده شي في حاله، كاين اللي عنده كاين اللي ما عنده، وخاصه ان الدوار ديال الغديره يعني بعيد، ما بعيدش بزاف، ولكن بعيد شويه باش يمشي، ان الانسان يجي من الخدمه ويمشي يريض في لاصال، يعني غتكلفوا بطبيعه الحال المصاري. مسكين كتكلفوا المصاري بمركوب، وخصو باش ياكل، وخصو باش ما يدخل تاني يخرج للمدينه، كتقام عليه بزاف. انا على هذا الشيء هذا باش درتو، نقرب ولاد الشباب، تسبر ولاد الغديره باش يدخلوا باش يريضوا. واخا باش عدلت هذا الشيء هذا؟ هادشي هذا اللي كنشكروا ايوب، ما كاين عنده كل ما عنده، باش باش هادشي هذا بدا شي عنده، باش هادو ولا هادشي هذا، هادشي هذا كنت شفتني كطيب المصاري، كنشكروا ايوب وكتلعب بها هيداك ياك؟ هذيك انت عدلتيها. تبارك الله. يعني شتي بحال الطريقه اللي كاين في لاصالات، جبتيها وقديتيها. باش نعرف واحد الحاجه، اللي في لاصال راه كاين هنايا. يعني لاصال كما كنقولوا دير بهذا الشعب. لاصال ولاد الشعب ولاصال بلدي. شي حاجه كطلع شي حاجه واعره. وكل شيء مقادد، ما تقولش شي حاجه فايته هذه ولا فايته هذه. حتى هذه كتلعب درعين. هذا الحبل ديالو محيد، نفس المنظر اللي كتلعب هذه راك تلعبوا بهذه، فهمتي؟ نزيدوا الثانيه هذه، هذيك تلعب ثلاثه الحوايج كتلعب تريسيب والدرسان، هذيك تلعب تريسيبس وكتلعب الكتفين، هذا راك تلعب حتى هكا تبارك الله عليك، لعب الكتفين وكتلعب الرجلين، كتلعب لك هذا. هذه كناخذ هذه الحديده، هذه كناخذ هذه الحديده هكا، وكدير واحد الحاجه ثقيله من تحتي وكتلعب هكا، باش
فهاد عمر مونيس كاين هادي هذيك ديال الرجلين. هذا راه رجلي انت هي في العصا بلا ما نقولو. هانتشا يعني غنزيدو حنا التقل، غنزيدو التقل، راه كاين التقل ديالها وكلشي. هانتشا كنلعب هكا، نلعب لك هادي. تبارك الله عليك. كاين الساك، ها هو اللي ما كانش فيه شي، اللي ما كانش لاصر في الساك راه والو. وكاين بزاف ديال العصايان اللي عندهم شي، ولا ما كانت شي هادي راه والو. وحاجه ديك الثانيه وقل ما شتي والو تايا، اي لاصر ما شتي شي حاجه، ما كايناش، ما كايناش الكاميرا. كاميرا شتي ماشي خدام كاميرا، يعني لاصال في الكاميرا ديالو من المسائل ديالو في الكوش ديالو. لاصال بلدي ما عمرك شتي لاصال بلدي في الكاميرا. تبارك الله عليك. فهمتي كاين ناس اللي الملكات خلاص، ها هي خلاص طبيعة الحال خلاص. عاوتاني قليل اللي ما كايناش في لاصال، كاع في لاصال ما كايناش. الخرس معروف كما كنقول ياك، الخرس معروف في الغابة. كاين هنا، نبداو من هنا، كاين 14. هادي باش نعدلو بعدا، هادي بالسيما والقرابة. السيما والقرابة اه كاين 14. واش مقدم في الاخر ديالهم مهبورين، يعني في الكيلو ديالهم مقدم؟ كلشي مهبور، نجيب الميزان نحطو حدايا وكتعدل وكتقاد عليه كلشي، لحقو طريقو على تقريبا. انت بالنايم صافي كلشي مني انا فهمتي. كاين 14، كاين 12، كاين 26، كاين حتى كيلو حتى الدراري صغار. انا كاين كيلو وكاين 10. هادو كتلعب بهم الدرعين؟ كتلعب بهم الدرعين بحالك، تما الدرعين هاكا تلعب بيها هاكا. بغيتي تلعبها في هذا، بغيتي تلعبها هاكا واقف. غنزيدو هادي، هذا صدر، هذا نقول له صدر طايح، كتلعب طايح، كتلعب تصدر الناس. هادي شوف، تا لا بغيتي تلعب بها، تا لا بغيتي تلعبي بها الرجلين، كتلصق فيها لبرا هنايا وكتلعب بها الرجلين هكا. كتشوف راسك عييتي كتكوني هنايا، كتبغي ترجع البلاصة ديالها. تبارك الله عليك. وهادي عاوتاني كتلعب بها عاوتاني الصدار، وكتلعب بها حتى هادي البرا ديالها. راه مهند هادي، راه مشي مشى معدله ولا شي حاجه مشريه. هادي كتلعب صدر واقف، هادي كتلعب، هادي كتبع، هادي كنا شني كنا الطاكوني سام وشني ديالو فهمتي. كاينه هادي الماكينه، انا صنعتها شهر كنا في لاصال، انا صنعتها الراس. هادي الماكينه ديالك؟ هادي الدورسان، كتلعب بها الدورسان. الدورسان كتلعب بها، كتلعب بها قدام وكتلعب بها اللور. واحد الساعه كتلعب بها هنايا، حاول تشبر شويه هنا. الكرسي هذا هو الكرسي، لا تشوفوا الكرسي، الكرسي يا خير راه واخا ما يخلاش، ما ماشي مشكل. كتلعب هكا هنا اللوري، هنا قدام وكتسالي هكا عاوتاني كتلعبها. على حسب شنو بغيتي، واش الصدر ولا كتفين؟ كلشي هادي عاوتاني كاينه، هاد راه ديال مالاسطاشي، هادي كنقولو راه صدر، هادي كتلعب هكا، هادي ديال مالاسطاشي، لعب هكا، لعب صدر. إذا كما شفتو متبينو فيها متبقى قناة شوف تي في، تبارك الله. كاينه هذا هو الإبداع، تفضل أخي. كاينه الطاكونيسة مايا، واحد شنو كيقول لهم؟ قال لكم تراكوني سكيت، واحد شنو كيقول لهم؟ على حسب المناطق. كاين اللي قالت لنا هذه باقي ما ركبتش هادشي، دارك تلعبتني ديال البوكس. كاين اللي قالت ها هما كلشي كاين برا، ها هي برا حدا الرايه المغربيه. هذه كنا كما كيقول لك الله الوطن الملك، ضروري ضروري تكون، لما كانت ما نلقى الرايه راه والو، راه كلشي رايات. كما كتشوف دابا انت درت فيها هادشي هذا للشباب ديال المنطقه ديال الدوار ديال الغديره، باش يلعب، باش كما كنقولوا يخويو ديك الطاقه ديالهم والمواهب ديالهم. ما بقاوش غادي في هذاك، قول لهم ما بقاوش غادي في، لا يبقى اي واحد يبقى له الوقت يجي يريض، ما بقاش غادي في حاجه اللي هي خاويه. اسمي ولا صار ديال ولاد الشعب يعني. لا صار ولاد الشعب، انا راه باقي تبرشي نبقى عاد كنعدل الفيتشه ديالو، غندير فيها من برا ومن الداخل. لا صار بخلاص ولا مجاني، ما يخلص مولاه رحمه الوالدين اكثر من كل شيء. شحال باش عدلتي هاد البلاصه هادي؟ شنو نقول لك؟ كنقول له كل نهار كنت كتعدل، من دابا هاد العام هذا عدلت شي، نقول له عدلت شي ثلاثه بياسات، غدا العام الجاي تعدل ثلاثه. على حسب الوقت ديالك؟ على حسب الوقت اللي كتعدل انت، راه كانوا عندي انا في الوش ناكل كنلعبها الخراص،
خلاص مول لك اللعبه. ها يقول لك تطور الشيء، ولا تعدل الساك، ولا تعدل هذا الماتريال هذا بشويه بشويه، وهذه حاجه كتطور. كل حر رياضيه. بالنسبه للشباب ديال المنطقه كاين شي اقبال كيجيو لهنا يتريدوا بطبيعه الحال، يخويو ديك الطاقه السلبيه ديالهم. دري كيجيو راه ماشي، حيت انا اليوم قلت المرأة عندي شي شغل، على لا ما جاش على دري ما جاش يريضو، حيت ما يكون شويه تيجي بنادم يكون بنادم كيهضر وهذا يكون شويه الصداع، ما خصنا شي كوايا. المهم من الدراري ما بقاوش اي يوم شاف الغديره، راه خارج المدن الناس العرايش الناس طنجه في اي بلاصه، ما زبرلوش اي واحد بور ما عندوش شي يقدر شي لاصه بلدي عاوتاني وخلي يعني يقضي بداكشي اللي عندهم ابسط الاشياء. يقدر داكشي اللي عندهم. بوبي راه كاين بان اللي حسن العوان بان ما عنده اللي ما عندوش. شكرا. كنتي تريت انت هنا مع سمع. لا خو هذا خوي ديالي يا خوي ديالك كريض. كنتي تريت مع خويك ياك دار يا. كيفاش جاك هادشي هذا؟ عجبك؟ كيفاش جات الامور؟ هادشي مزيان. انت بنادم كتهرب ماشي ديال المخدرات ماشي ديال يعني هادشي ديال المخدرات بدا كيهرب منه يجي كيهرب من الرياضة. أحسن رياضة أنا كنريض أنا وكنريض الكرة. ياك والله مزيان. يعني أنت مفتخر بأن الخاك ديالك الأخ ديالك عدل هادشي هذا وقدر. مختبر يا أخي. يعني مفتخر به بطبيعة الحال بأنه قاد هادشي هذا. مزيان. أنت بلا ما الدنيا عامرة هنا كيفاش كتحس؟ كتحمس والله. لا أنا بيدك كنجريض أنا شي شي كنجريض هنايا. شكرا شكرا أخي الله يعزك. تبقى صور فين تما؟ عطيتي صورك هاك. السلام عليكم خوتي خواتاتي مزيانين صحيحة هو هذاك. كتريض ولا ما كتريضش؟ قريضو شوية شوية خي الزين، ولكن ها المريض عندنا في هذا الغدير هذا هو هذا البطل هذا. من غير هذا البطل هذا ما كاين حتى واحد هنايا، حتى الصديق ديولي من غير هذا البطل هذا. وحنا مبلية الله يعفو علينا وكنجيو نتريضو معاهم هنايا شوية شوية باش نقطعو هاد البلية. وكن لهنايا ضروري كنجيو اخويا الزين كنجيو نريضو وكنجيو كنقولو بنادم حيدو من هاد الخنز ديال هاد الزبل ديال هاد البلية هادي واجي طريدو. حنا بغينا ما كرهناش قطعوها ونجيو نحيدو حنا حتى حنا نحيدو الوسخ ديالنا هنايا في هاد الاصل ونقولو البنادم ها هو اللي بغى يجي مرحبا به. وين اللي ملي كتشوف الدنيا عامرة هنايا كتفرح بطبيعة الحال. الله يا ودي يا خي هذا هو احسن واحد اللي دار هاد المجتمع هذا دل... تفيد الانسان. والله يا ودي صانع لم كل شيء كيقول بنادم مرحبا به اللي بغى يجي عا يتريض غنشوفوه باش يشوفو غادي ناشط مع الراس ديالو ماشي غادي شاد جوانه ولا قارو غادي تحشش. كان مادا بيكم انا المسؤولين اللي يجيو يديروا لكم بحال هادشي هذا في الجرادي ما كرهناش يا اخي ما كرهناش اخويا ما كرهناش شي مسؤولين يجيو يديروا لنا شي جرده ويديروا لنا فيها لا صالات ولا شي لا صالي يصنعوا لنا فيها هاد الغديره هادي ويعطيو شي واحد يقابلوه ويخلوا ولاد الشعب يترينا وراه يمشيو راسهم مهلوكين في هاد المخدرات في هاد الشعب وراه مرة قتلونا الله يعفو على الجميع وصافي. السلام عليكم. شو تقول الكلمه ديالك الاخيره؟ غير راه ما كايناش شي مقابل لهاد الشيء، راه ما كاين لا جمعيه تقول لي شي حاجه لا نقول لها تفيدك بشي حاجه تقول لها تعاون معاك ولا شي حاجه، راه ما كايناش. دير شي حاجه لراسك وصافي. درت شي حاجه لراسك درتي نتايا جرب فيك ولاد الشباب ولاد الشعب جي يريضوا معاك. الدراري اللي طالعين اللي طالعين وانا الحمد لله كونت هذا الشيء براسي، راه ما عندكش انا لا الجمعيه دير لي ولا هذه دير لي ولا هذه دير باش ولاد الشباب ان ولاد الغديره نويض يريضوا ما يبقاش عاطي للمخدرات. واخا شنو رسالتك للشباب اللي طالع دابا باش يهتم بالرياضه طبيعي؟ في الرياضاوي شوف حاجه الاولى يديها في القرايه ديالو، حاجه الاولى هي رضيه الوالدين ويديها في القرايه. القرايه بان ما كيبقى له واحد الوقت يجي يريض من الرياضه يجي يحفظ حفظ راه هي كلشي. لا جاو وبشي يلعب راه ما كاين والو، ما كاين لا قرايه لا والو، السليم في العقل السليم كلشي راه انت عارف اللي كاين فهمتي. وكنقول لواحد التحيه كبيره للناس واحد الدري اللي هو نزل واحد الميساج كمال كوزان اللي هو مشى خرج ل هذه سميتها الجبل جبل تحيه ليه مو سالم ونيدو. قول واحد التحيه ليك خاي كمال كوزان ودري شي واحد مجهود كبير وانا كنت نجي معاك ما خاي، ولكن كان عندي واحد الرجل اللي هي مقوده
وتحية لي وهادشي اللي كنقول. تتحداه؟ كتحديتو كتحديتو ولا غير ربحتو وباقي ان شاء الله يكونوا تحديات. لا في كازا. كازا انت اللي تحديت. تحديت وان شاء الله باقي يكون تحديات وتكون ان شاء الله حاضر معنا السوف تي في، راه يكون عندي ان شاء الله تحدي ان شاء الله جاي، ونتمنوا تدعمونا اخوتي ياسر رويضه. شكرا. إذن التحية للمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من ضواحي مدينة العرائش، تحية لهذا الشاب هذا اللي قدر بطبيعة الحال أنه يصنع الإثارة بطبيعة الحال، ويصنع الأشياء اللي هي اللي قدمها بطبيعة الحال للشباب ديال المنطقة باش يتريدوا وباش يكونوا بطبيعة الحال. كما كتشاهدوا ياسين اللي تبارك الله عليه قدر أنه يعدل أو يقاد شي أشياء اللي ما قدروش المسؤولين ديال المنطقة هذه أنهم يوفروها للشباب. ياسين اللي في رسالة ديالو قال بأن الشيء هذا صنعته مجانا، واي واحد من هاد الدوار، هذا دوار ديال الغديره، مرحبا به باش انه يعمل الرياضه ديالو بطبيعه الحال. وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو باش الفائده تعم الجميع، لان الرياضه اهم شيء في الحياه بطبيعه الحال. وتحياتي لل